بفهمك حبيبتي، بس بتعرفي أحياناً الناس السيئة بتطلع من حياتنا، بس بنحتاج وقت لحتى ننساها. أثر يلي عمله فينا بيطول لحتى يروح. يمكن أنتي لهلا ما تخطيتي اللي صار معك، يعني ممكن تهيأ لك فير، بس هو بالمشفى، المفتش أكد لي هالشي. بس يا بابا أنا متأكدة، شفته هو عم يسكر الباب. بنتي، الشرطة عم تحقق. الحريق يلي صار بالمغسلة في إله سبب أكيد. إذا فير هو يلي كان وراها، رح تعرف هالشي الشرطة. شافي بنتي، أنا طالع شوي، عندي شغل. أنتي ما في داعي توتري حالك أبداً، فهمتي؟ أبوكي جنبك، ارتاحي، رح تكوني منيحة. أبوكي بيحبك ومعك. آشا وديشا، خلوكن مع تشافي، أنا رايح، ما رح طول. شافي، انت منيحة؟ هي احترقت. يلا، كان ورا الباب يلي عند المغسلة، شفته فير يلي سكر الباب. إذا فير هو اللي كان وراها، رح تعرف هالشي الشرطة. شو أكشاي؟ شو يلي عم يدور براسك؟ انت ليش بدك وهم شافي يطلع حقيقة؟ ليش بدك اياها تصدق انه فير كان هنيك وهو يلي عمل الحريق؟ فهميني شو؟ وانت ليش مفكر انه هو مجرد وهم؟ اذا عم تقول انه شافته، ليش ما منصدقه؟ ويلي بالمشفى مين بيكون؟ ويلي شافه المفتش بالكاميرات بيكون غلط كمان قليلي؟ على حسب كلامه كان بالمشفى، فير ما طلع منها، معناها كيف بدي صدقها؟ مو فير ورا هذا الحريق، هو ما دخلوا فيه، في سبب تاني، فهمي. طيب مين لك؟ كيف صار الحريق أكشاي؟ أكشاي جاوبني، مين السبب؟ انتي السبب. أنا؟ طبعا بسبب كبريائك وغرورك. ما فهمتيني مو هيك؟ هذا الحريق اللي صار ويلي بسببه بناتي بالمشفى، انتي المسؤولة عنه. هذا الحريق صار بسببك أكشاي. شو هالحكي هاد؟ فكر منيح بالأول. يلي عم بقوله فكرت فيه، حسب تقرير الأطباء الحريق صار بالمغسلة بسبب ماس كهربا بالعداد. احكي ليه، لأنه أنا وياكي شفنا ماس الكهربا فيه. استني، وقفي. قلت لها أنا بصلحه، عرضت عليها إني صلحه، بس هي قالت لي لا، قال هي بتصلحه وما أنا بحاجة مساعدتي. هي قالت لي هيك بسبب كبريائي اللي أنا ما عم بفهم سببه. ما بدك مساعدتي مفهوم، ليش ما جبتي مصلح؟ كان صلحها وما كان صار هذا الحريق. شوفي البنات، ولسه ميها لهلأ ما صحيت يا أمي.
إذا البنات بصر لهم أي شيء أنا ما رح سامحك ابنهم. أنا صلحت العداد أمي، كنت متأكدة تصلح. بنتي مو مهم حكيه، أنا مصدقة، ما تشغلي بالك. أكشاي وأبارجيتا هني رح يرجعوا لبعض، بس لحتى يرجعوا لازم يمروا بمشاكل وصعوبات كبيرة. ممرضة، الإبرة بسرعة. أكشاي، لسه إيدك عم توجعك؟ لا أبداً، صارت منيحة. كنت بدي بعد أكشاي عن الحريق، بس المسكينة نيها اللي علقت فيه. ممرضة، تفضل. حالة دكتور. المريضة حرجة، اتصلي بالدكتور أجروال. يلا يلا فوري. لحظة، كيف صارت بنتي؟ كيف وضعها؟ مدام، حالة المريضة حرجة، اصبري شوي رح نادي للدكتور بركي بيشوفها. بالإذن. حالتها حرجة؟ ماما أنا موجوعة. عم تتوجع كتير، عملي لها شي؟ عطيتها قبل بتخفف الوجع ورح نادي للدكتور يجي يشوفها. ماما المسكنات ما عم تخفف الوجع. هلأ بيخف بنتي، روقي شوي. شو أعمل ليخف وجعها؟ ما عاد أقدر أتحمل. أنا ما عاد أتحمل الوجع.